قيميون لوزارة التربية الوطنية، سيمثل المجلس العلمي بمدينة وجدة، السادة رؤساء المصالح الخارجية بمدينة وجدة، السادة ممثلو وسائل الإعلام بالجهة، السادة المفتشون، السادة المديرون، رجال ونساء التعليم بكل فئاتهم، أيها الآباء والأمهات، أيها الأبناء والبنات الأعزاء والعزيزات، وليسمح لي من لم أتوجه إليهم بذكرهم بصفتي أو المهمة. إنه لمن جميل صدر وأسعدها أن يأتي تتويجنا للموسم الدراسي في خضم الاحتفالات التي يعيشها الشعب المغربي قابلة لمناسبة الذكرى 12 لتربع صاحب الجلالة المنصور بالله الملك محمد السادس عرش أسلافه البيامين، مما يكسو فقرات حفلنا هذا المزية الوطنية القوية من خلال جعل ما حققناه بنتائج شكل من أشكال الاحتفال بهذه المناسبة الغالية. فأتيح لي حضرات السيدات والسادة أن أعبر في افتتاح هذا الحفل عن اعتزازي باسمي الخاص واسم السادة الموافقين بهم والنيابة عن أسر التربية والتعليم بالجهة بالحضور الكرام، وأن أغتنم المناسبة للأعراب لجميع الشركاء والمتأخرين عن صالح التشكرات عما أستوى جميعا وما تتيئوا يسدونه من دعم ومساندة للنهوض بقطاع التربية والتكوين بربوع هذه الجهة من تراب وطننا العزيز التي يسلو عليها صاحب الجلالة أيده الله ونصره عنايته الموصولة بزياراته الميمونة المتتالية التي يعطي فيها جلالته في كل مرة انطلاق برامج ومشاريع التنموية والاجتماعية ترفع من وتيرة السباق نحو إحلال جهتنا الشرقية المكانة الحضارية والتاريخية التي تستحقها. حضراتي السيدات والسادة، ونحن نحتفل اليوم بثمار الموسم الدراسي لا تفوتنا الإشارة إلى أن تتويج الموسم قد تم بتنظيم الامتحانات الإشهادية، بل أن امتحانات البكالوريا التي بلغ مجموع المترشحين لها 24,292 حضر 120,251 وبلغت نسبة النجاح في دورة يونيو للتعليم العمومي 50.82% من كتلة المترشحين الرسميين بنسبة تطور تصل إلى 9%، وقد وصلت هذه السنة نسبة الحاصلين منهم على ميزة حوالي 40%، أي ما يمثل 3,924 من الناجحين بنسبة تطور ناهزت 3.49%، مما يشكل مؤشرا دالا على طريق الارتقاء بجودة التي تشكل الرهان الأساسي الذي تعمل بلادنا اليوم على كسبه في مختلف المجالات. ولا يفوتنا في هذه المناسبة الأخيرة أن نستحضر باعتزاز النتيجة المشرفة جدا التي حققها مقر طلبة المغاربة المسلمين بلية، حيث بلغت نسبة نجاحه 82.6%. هذا وقد بلغ مجموع المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي 29,983 مترشحا ومترشحا، نجح منهم 18,036 بنسبة تقدر ب 60.15%، أي بزيادة حوالي 6 نقط عن الموسم الماضي. وبلغ عدد المترشحين الرسميين الحاضرين لامتحان شهادة البورصة الابتدائية 31,654 مترشحا ومترشحا، نجح منهم 22,649 مما يشكل نسبة تصل إلى 90.50% بزيادة أكثر من نقطتين عن الموسم الفارق. هذا دون أن نخلع ما تم تحقيقه بنسبة إنجاز متقدمة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية، حيث تم تسجيل حوالي 59,932 مستفيداً ومستفيداً من برامج محاربة الأمية، وحوالي 2,934 مستفيداً ومستفيداً من برامج التربية غير النظامية عبر برامج جهة الشرق.
الحدود التي بدلها المجتمع المدني ومختلف القطاعات الحكومية إلى جانب المصالح المعنية الجهوية والحكيمية، وكل المتدخلين في هذا الصدد من أجل تسوية الغايات الكونية بنهايتها. إن هذه النتائج تعد ترجمة حقيقية الأهداف المتوخاة من وراء تفعيل البرنامج الاستعجالي 2009-2012 الذي شكل قفزة نوعية في التدبير الحكيم والعلمي للشكل التربوي. حضرات السيدات والسادة، تلاميذتنا وتلاميذنا المتوجين، تلك هي بعض العناوين المميزة لموسم دراسي نختتمه اليوم ونتوج أطواره الجديرة بالإحتفال. فشكرا لكم حضرات السيدات والسادة، وأنتم تشاطروننا ببهجة هذه اللحظات. شكرا لزملاء السادة الموافقين من جهة، ولكل أطقم إدارة التربوية في مختلف المواقع والمسؤوليات. شكرا لكل الفاعلين والمستخدمين في قطاع التربية الوطنية عبر البرامج الشرعية من مؤسسات وسلطات في مختلف المستويات وهيئات اجتماعية وسياسية ومكونات المجتمع المدني وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومنتخبين ومحسنين على انخراطهم تضامنا وحسهم التشاركي لدعم مدرسة النجاح. شكرا لأسرة التعليم بمختلف هيئاتها وفئاتها في مختلف مواقعها على دائمها المتواصل من أجل تسبير هذه الإصلاح. شكرا لكم أيها السيدات أيها السادة ممثلي الصحافة الوطنية والجهوية على مواكبتكم التي لم تنقطع الملفات وقضايا الشأن التربوي للجهة. كما لا يفوتنا أن نوجه تحية الشكر والتنويه إلى كل المجالس المنتخبة التي عبرت عن وقوفها بجانب هذا القطاع، إلى كل المساهمين والداعمين لهذا